طالب علم ما لقى يبا إن لقوح الحدو ما أنت مركز ساق خطبية ما يردن لي رب وضن وحيقوا بلت السلفية ما يصوم مرين خطبية دعوة إخوان المسلمين يا وحي كفر عمي ضل يا رب ما يصوم مرين بحمد الله لكن إنا يصوم مرين الشيق ما يسو إنا يكبد باديا هدي وحي كوقل الدنايين أين أعدان وحارسو يهي دبين وكهل يلو وقاريقو دبادك قبصدو إلا هو عصب طاية مركا كما في اللو أكلية وليقي أنا أقول حال الشيخ الله صوفيانا صومري ولا خوارج بانا صومري ولا إخوان المسلمين بانا صومري ولا تبليغ بانا صومري ولا حزب التحرير بانا صومري يا يعني إنه سايد هذا يعني حويا مدحي من نقونا يسوها الدان وقرنا ينبا وحيكو سحنايين وحيكو قلطنايين صلى يا أبو ملها ما أنت تدوى وين هذي دونا أنت كوي ما دانين كوي لهدان وعلى الله وحلق الشيء يا حسن البنا ووضبين يا جامعات كقار كود أستاذ كردي قال لي يقول لي أنتو طلبة دي السهر تاجي بوح كوي لي وعلى الله وح الذي كشيء يا حسن البنا كذب ويوابين طلبة مساكين تاهي مكة مش تشوكتها حصل بنك وتبسي سما يارد كوي اللي قرر الدين ما آخرين النقوش يسي صور نقلنا يا كتبه يسوع عيننا يا صفحات كعضينا يا متكلوا حلقة يا باين ويا هذو سيد غضب يا شيخ الإسلام ابن الطيم يا سيدي أنت أقول نصريان وكلاء وأقول نصري مشرين سيد توحيد وعديان لبضع الشيخنا إدو عدي سيما شفتو والله لبطر تنسيو سيد غضب يا يعني مركز الشيخ الإسلام ابن تيمية متكلم حليه الرقم مشهور كعالم كعان كم إذا يرسى إيش قرقرة أيو حليه قاربا ضلي عينه يا سيد غضب ولا وحوها يعني غالي في التكفير ورمحو إمام أحمد النقوى غالي في التكفير السيد قضب النقضة إمام أحمد وطارق صلاتكو قالي سيئي ومضى مسلمين تإنتان صلاتكن يا محو غالي في التكفير كل نقضة السيد قضب وكل نقوى إمام أحمد وعاصر من دنبا لقليه قطبية وحلقة قرية يا كتبها اللي قرر الديي يا سيد قطب كتبت اللي قرر الديي طلبة العلم إن بضان وكم بيضا وحلقة من الآخرين ده اللي قرر الحدا سوما دعي كرته وحو قصه النقلية وحلقة يا مركي سمركة وحي ومقلي يعانو أرق هدو بصه النقلية وحلقة يا بأي اللي قرر وابين مع الدين كرمورن كاركاسي كتالها فتن كعالم كهذا كسعودنا يعني كتبها السيد قطب دتك اعتمادي بأمريكا وحوي كأه عص كذي وتطبيق ذي عمل كذي كتبت السيد قطب وحها النظري أفكارتها للشيء جي القرية يدو عمل لور جيوي كتبت السيد قطب بقاعدة للشيء يا إذا جماعة الجهاد يا جماعة إسلامية برد الشيء إذا أمرك وحوي برد الشيء الهجرة والتكفير كيدتك ويقانين جماعة المسلمين اسكم مقعبة جماعة الهجرة والتكفير كو اللي يلاهدو كتبتي سيد قطب يا منهجك سيد قطب برد الشيء سيد قطب صوفي ضواتي عشاء way geesta suufi buu aha waxa tur wajoodku ku taqriirinaya markii sax fiidilaa quraanka
شيعادي واتعشاي يا رافضادي ويا قرابة يا رحم باكر دحية وكي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما يا عمرو بن العاص رضي الله عنه يا عثمان بن عفان انت بوحو كيد السيد قطب ولا قرنين